الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. وها انت طلع لك في التجومة. تحشم يا ولي. ايه التجومة دي؟ ملك الصالح انت. تجومة؟ بقول لك يا ولي انا واقع من الجوع، حضري لي الوكل قوام عشان الحق انام شوية، تعبان. طب ما دام تعبان يعني تطلع تنام على طول، وبكره احضر لك الفطور والعشاء سوا. ايه الفتي دي؟ انت حد طلب رايك؟ اعمل الوكل يلا. ما هو بصراحه يعني ما فيش وكل. ايه؟ ما فيش وكل كيف؟ ليه ما فيش وكل؟ وانا اعمل ايه يعني؟ ما انا قاعد لي 4 ساعات منقوعه في الميه عشان انضف. 4 ساعات منقوع ليه؟ بتعومي في باكابورت. باكابورت؟ سي ولا كير؟ بالديم. ديم كيف جزمه؟ لها نسلها على نفوخك دلوك. بعد ال4 ساعات ليه يا ولي؟ بننقع فول متشوش ولا ايه؟ ولا تكوني فاكره انك عروسه جديده وهتتجلع تجليع الكلام ده ما ياكلش معايا واصل؟ لا لا معلش هقول كلمه حق. مربوحه النهارده يا كبير طول اليوم كانت بتتهان. ولادك عملوا فيها اعمال ما تتعملش صراحه. شفت فيلم هوم الون؟ بالنسبه للي حصل لها ولا حاجه. عيالك عدوا ليفل الوحش. امال ايه نتعت الصدر وبدور ورشه لحالي؟ ها فين الكلام ده؟ ما قدرناش تقول لعيالنا صغيرين بس يا حبيبي. لا يا بابا. لا لا هي قالت لا. قالت لا بس بصراحه يا كبير انا اول مره في حياتي اعرف معنى المثل بتاع لا اتلقك. عيالك لقوها. مراتك بقت ملقوقه. بس يا عم نرسم الدل انت. وانت يا ولية انا اساسا متجوز عشان اشوف مصالحي والمحافظ ما يرحمنيش. ده اول واخر مره. تعرفي انا ما طفحش. طب جهز لك الحمام. ما عاوزش منك حاجه بلا زنطره فارغه. اه يا مربوحه اخذت خدمه الغزة علقه. يرضيك كده يا سيجوني؟ لا ما يرضينيش. بس انت عارفه يعني الكبير من بره يبان جانجستر وصعب بس هو من جوه طيب. ايوه هو بس مجرد انه ينام ويصحى يصحى كويس. مش هو نايم دلوقتي؟ ما خبراشي عيطت عليه فانس ما تدلاشي. او ماي جاد فانس ما تبلاش ازاي؟ قصدي يعني ندهت له وما ردش علي. عشان امه تقيل. بس بقول لك ايه anyway انا عايزك ما يبقاش في يأس زي الناس اليأسوسه. ايوه لان اليأسانه اخرتها وحشه. الناس الموؤوسه ما بتعرفش تحل حاجة. يعني أكيد في 150 ألف طريقة تانية نقدر نبريك ذا آيس بينك وبين الكيدز. أيوة يعني أصلا التربية لستة حاجات. موجود. الصبر. موجود. الثقافة. مفيش أكتر منها. النفاق. موجود. الكذب. موجود. الربا. موجود. الرز بلبن. موجود. اللبس السنيني. موجود. الملو. موجود. انا بقالي 6 ايتمز بقول اي كلام وانت كل اللي طالع عليكي موجود موجود كله ملو في ملو. انت برج الملو بلا مؤاخذة يعني يا سيجوني. ما اللي يده في المي مش كيف اللي يده في النار. واللي يده في النجيلة مش زي اللي يده في الطحينة. واللي يده في الطحينة مش زي اللي يده في البليلة. عايزة تقولي ايه؟ عاوز اقول لك يعني يا سيجوني ان كل خبراء التربية كلهم بما فيهم اللي بيفتوا سناجل. سناجل؟ او ماي جاد انا ما اعرفش ان عندكم هنا في الصعيد. انا اخر مره شفت السنجال كنت في كاليفورنيا على البيتش. هو ايه ده السنجال اللي هو اللي بياكل البلوط او الزلوط عامل كده دوكها سنافر. دول زرق التاني بيبقى بني ومشعر. مش قصدي على خالك اكيد. انا قصدي اقول لك يعني يا سيجوني ان سناجل دي جمع سنجول. كيفك كده يعني ما متجوزينش؟ يخرب بيتك قصدك سنجل؟ ايوه انت عايزه ايه من الاخر؟ خلاصه قولي يعني يا سيجوني اللي عاوز اقوله لك يعني من الاول ان الكلام رخيص. نهار باباكي اسود ما قعداني معاكي من العصر لحد دلوقتي عماله تهري وتلتي وتعجني عشان الكلمتين دول. ما كنت بعتيهم لي مسج وخلصت. تعالي نفكر عملي. ما انا فكرت يا سيجوني. لا والله. فكرت. وزي انك اتفتق عن ايه؟ فكرت ان بعد عنيهم هباب. اصل البعد بيولد ان احنا بلا يولد بلا ينيل. اسكتي خالص غلط. مش عايزين بعد عايزين نقرب. كيف يعني يا سيجوني؟ في امريكا
انت عارفة العيلة بتعمل ايه لما اتنين اخوات بيتخانقوا؟ بيربطوهم في وادة الجاموسة في عز الجيالة. قرشان لي؟ قرشان لي؟ يعني ايه؟ خلف خلافك ده يعني عشان ما يفلتوش. انا ده العقاب اللي تربيت عليه. لا وفخورة، فخورة قوي. ما طبعا المسخ ده ما يطلعش الا لما يبقى قرشان لي مربوط في ضلع الجاموسة في السيالة. ادي النتيجة. لا طبعا. امال بيعملوا ايه يا سجوني؟ بيحطوهم في مكان واحد. ايوه. اوضه واحده. ايوه. بيشربوا مشروب واحد. بيقعدوا على كرسي واحد. ايوه. بيلبسوا تيشيرت واحد. ايوه 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 عشان يجي لهم تسلخات. تسلخات ايه؟ عشان العرق يعني. حاجتك القرف. ده عقاب حلو قوي. ده كله فطريات يخرب بيتك. ده في جوانتانامو مش هيعملوا كده. امال بيلبسوهم تيشيرت واحده ليه يا سجوني؟ عشان يتنيلوا يبقوا لازقين في بعض. يبقوا جنب بعض. سبيس واحد. أيوه. يضطروا يحسوا ان هم حاجه واحده. أيوه. يعلمهم يعني ايه شيرينج. ايوه كيرينج. ايوه 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 تاني. بس لا ممكن، لا ممكن يا سيجوني البس مع العترة تيشرت واحد. ايه الخيال المقرف ده اساسا؟ جه في دماغك ازاي؟ كله عرق. اكيد انا مش قصدي كده. امال قصدك ايه يا سيجوني؟ ده يعني حاجه مجازيه، يعني 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 عايزك تاخدي المورال من القصة. ايوه ايوه انت تاخدي المورال بتاعها. ايوه 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 ايه كل شويه ايوه 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 ايه في ايه؟ هو ايه اللي ايوه؟ انت المفروض تخلصي خالص واحط لك معلومة تتعلمي حاجة. ما انا فاهمة كل حاجة يا سجون. لا مش فاهمة حاجة. لا فاهمة كل حاجة. طب مورال يعني ايه؟ يعني ايه؟ ده باين انه هيبقى مورال طافح. مورال يعني الهدف من القصة. بلا قصة بلا ما قصاش. أنا خلاص انكتب علي الشقة. بس كل يهون عشان خاطر الكبير. anyway أنا لازم أغور من هنا أروح far away. أروح عند الكبيرة أكامب هناك. أيوه 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 connected to nature على طول في الـ positive energy. في البزري في البزري بزري أنا بزري. Calm down, Johnny. Calm down. قالت بصري والله. يعني هتعوج هناك في الكرامب ده؟ كرامب؟ اي تقريبا هقعد هناك مش هرجع تاني. علشان لو قعدت هنا هتشل. يعني هتهملني مع جوز العيال دول؟ هم مرات وايلرز. دول كيدز. يعني اخرهم ممكن يعملوا فيكي ايه؟ Sorry. Sorry for that. طيب. أروح أكامب.